الروسونيري يتمنون هذه تكون لقطة الهدف. بالوتيلي فرصة متاحة خطيرة على مرمى هاندانوفيتش. الميلان الكرة من جانب سوبر ماريو جميلة بالراس. جميلة جدا واللقطة من نايتزن الوحش ديونج هو المهاجم هو الهداف وهو صاحب الرأسية الرائعة. هدف الديربي ميلان يصل أولا. ميلان يسجل كرة ماريو عرضية بالوتيلي. الكرة لم يكن فيها التسلل جاء من بعيد ضرب برأسية من حديد ضربهم كواهم في الديربي برأسيته بسرعة تحرق مرماهم. نعم هدف هو لنايجل ديونج يجعل الديربي يشتعل. تأخر الهدف لكن المهم للميلانيين أنه جاب أنه سجل أن شباك الإنتر اهتزت أن الفرحة عمت أنه صرخت.